السلام عليكم يا شباب، مع فيديو جديد من فيديوهاتنا في مادة التشريح البشري أو مادة الأناتومي. هنتكلم المرة دي عن المسلز أو العضلات. مسلز كلمة جمع مسل أي عضلة. ولما نيجي نبص على العضلات في جسم الإنسان بنلاقي إن العضلات بتنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول هي مجموعة من العضلات اللي بتتصل بالهيكل المحوري أو بتكون متصلة بعظام الجسم ومسؤولة عن معظم أو كل الحركات اللي احنا بنقوم بها، ويطلق عليها اسم السكيليتال ماسلز. السكيليتال ماسلز مكونة من كلمتين سكيليتال وماسلز. سكيليتال من سكيليتون أي جهاز عظمي، وماسلز أي عضلات، يعني بمعنى العضلات الهيكلية المتصلة بالهيكل. النوع التاني من العضلات معانا هي عضلات موجودة في جدران القلب ومسؤولة عن انقباض القلب وانبساطه، وتعرف باسم الكاردياك ماسلز. كاردياك أو كارديو تعني قلب، ومصل عضلة، فكاردياك ماسلز هي العضلات القلبية. وأخيرا السموث ماسلز أو العضلات الملساء، واللي موجودة في معظم أو جدران معظم الأعضاء الداخلية في الجسم زي أعضاء الجهاز الهضمي، ودي وظيفتها إنها تنقبض فتعمل مزج للطعام وتساعد في حركة الطعام داخل الأمعاء وحركة الفضلات في الجزء السفلي منها. لما نيجي نقول هو احنا ليه قسمنا العضلات إلى 3 أجزاء، كاردياك وسكيليتال وسموث ماسل؟ فالتقسيم ده كان على حسب 2 من الخصائص. أولهم، هل الشخص بيقدر يتحكم في العضلات دي ولا لأ؟ هل الشخص يقدر إن هو يتحكم في عضلاته السكيليتال أي عضلاته الهيكلية؟ أيوة، لأن الشخص هو اللي بيقوم بمعظم السكيليتال ماسلز هي اللي بتقوم بمعظم الحركات في الجسم، فلازم الشخص يكون له القدرة على التحكم فيها عشان يقوم بمعظم الحضرات زي ثني الذراع أو فرده أو حركة الساقين. بينما بالنسبة للكاردياك ماسلز العضلات القلبية أو السموث ماسل العضلات اللي موجودة في الأعضاء الداخلية، فالإنسان ملوش تدخل فيها أو تحكم فيها. تاني خصيصة من الخصائص اللي تقسمت العضلات دي عليها على حسابها هو هل العضلات دي مخططة، يعني بتتراوح ما بين مناطق مضيئة ومناطق مظلمة، ولا العضلات ديت مفيش فيها أي خطوط، مفيش فيها أي تقسيمات ما بين مناطق مضيئة ومناطق مظلمة. على هذين الخصيصتين أو الاتنين دول من البروبرتيز تقسمت العضلات إلى 3 أنواع: الكاردياك ماسل والسكيليتال ماسلز والسموث ماسل. وبناء عليها احنا هندرس كل واحدة من العضلات دول بشيء من التفصيل، وهنتكلم دايما عن الاتنين الخصائص اللي احنا قلناهم. تعالوا نبدأ كده مع أول مجموعة من العضلات، وهي السكيليتال ماسلز. السكيليتال ماسلز زي ما قلنا إن هي مكونة من كلمتين سكيليتال وماسل. سكيليتال جاية من سكيليتون وهو الجهاز العظمي، والماسلز هي العضلات، فهي مجموعة العضلات اللي بتغطي وترتبط بالجهاز العظمي وتقوم بتحريك معظم الأطراف. السكيليتال ماسلز عايز اعرف عنها معلومتين. المعلومة الاولى منهم ان العضلات دي ارادية، بمعنى ان للانسان القدرة على التحكم فيها، وكلمة ارادي تعني فولانتري، اي ان هذه العضلات تحت التحكم الارادي او التحكم البشري، اي انها اندر فولانتري كنترول، يعني يقدر الانسان ان يتحكم فيها. وناخد مثال عضلة زي البايسبس اللي موجودة في منطقة الذراع. العضلة دي مسؤولة عن عملية الفليكشن للفور آرم أو فليكشن لمنطقة الإلبو جوينت، مسؤولة عن ثاني الذراع. وكذلك عضلة موجودة على الخلف اسمها الترايسبس، وبرضو أكيد الشباب عارفين الباي والتراي. العضلة دي مسؤولة عن الحركة المقابلة وهي الاكستنشن اوف ذا إلبو جوينت، فرد مفصل الكوع. فالعضلات الهيكلية أو السكيليتال ماسلز هي مسؤولة عن معظم الحركات اللي احنا وصفناها خلال الجزء بتاع الموفمنتس في الفيديوهات السابقة. تاني معلومة عاوز أعرفها بعد إن السكيليتال ماسلز أندر فولانتري كنترول، أي أن الإنسان يستطيع التحكم فيها، المعلومة التانية هي إن أنا لو خدت عضلة من العضلات دي وجيت أحطها تحت الميكروسكوب عشان أوصفها،
هلاحظ ان العضلات دي بتتراوح فيها الانسجة ما بين مناطق مضيئة واخرى مظلمة بهذا الشكل، اللي بتتكون من الاكتين والميوسين على التبادل والمسؤولين عن عملية الانقباض والانبساط. فبما ان العضلة مخططة ما بين مناطق مضيئة ومظلمة، بيطلق على هذا التخطيط كلمة striated. striated جاية من كلمة stria اي خطوط. فلما احب اوصف السكيليتال ماسلز هوصفها بكلمتين، انها voluntary اي ارادية، وstriated اي مخططة. تعالوا نتكلم على النوع الثاني من العضلات، وهي الكاردياك ماسلز. الكاردياك ماسلز بتتكون من كلمتين، كاردياك من كارديو اي قلب، وماسلز اي عضلات، فهي العضلات القلبية. وسبب وجود عضلات في القلب لان القلب بينقبض وينبسط بشكل متوالي، فلازم يكون في طبقة كاملة في الجدار مكونة من العضلات المسؤولة عن الانقباض والانبساط وضخ الدم لجميع اجزاء الجسم. وبناء عليه ظهر عندي مصطلح الكاردياك ماسلز. لما اكون عاوز اوصف الكاردياك ماسلز، اولا هوصفها بانها سترييتد اي انها مخططة. لما اجي ابص كده على العضلات بهذا الشكل، هلاقي ان العضلات فيها فعلا التراوح ما بين المناطق المظلمة والاخرى المضيئة، فيطلق على الكاردياك ماسلز كلمة سترييتد اي عضلات مخططة. وفي الخصيصة دي او في الكاركترستيك دي بتتفق مع السكيليتال ماسلز، في ان كل منهما الكاردياك ماسل والسكيليتال ماسل كل منهما سترييتد ماسلز اي عضلات مخططة. لكنها بتختلف مع السكيليتال ماسلز في ان الكاردياك ماسلز انفولنتري، يعني لا قدر للانسان على التحكم فيها. بتتكون كلمة انفولنتري من مقطعين، ان بمعنى لا، وفولنتري ارادي اي ان العضلات غير ارادية لا يستطيع الانسان التحكم فيها. فما شفناش ابدا شخص بيوقف قلبه عن العمل او بيزود عدد ضربات قلبه او يقللها. وده بيشير الى ان الكاردياك ماسلز عضلات لا ارادية، يعني لا قدرة للانسان على التحكم فيها. لكن القلب بينقبض ذاتيا، واكيد انتم درستم في فترة الثانوي ان القلب بيحتوي على عقدة تسمى العقدة الجيب أذينية، هتعرفوها مع ما بعد كده باسم الـ SA نود، مسؤولة عن كهربية القلب الداخلية وانتشار الكهربية في القلب داخليا بدون تحكم خارجي. عشان كده احنا لما بنوصف انقباض القلب وانبساطه بنوصفه بكلمتين، الانقباض spontaneous و rhythmic. spontaneous أي تلقائي، لأنه بينبع من منطقة في داخل القلب وهي الـ SA نود أو العقدة الجيب أذينية. وريثميك أي أنه مستمر بشكل دائم. فلما نيجي نوصف الهارت بيتس أي نبضات القلب، بنقول إن الهارت بيتس are spontaneous and rhythmic، يعني ضربات القلب تلقائية ومتتابعة بشكل دائم. لكن دايما بنيجي نسمع عن إن شخص عدد ضربات قلبه قلت أو عدد ضربات قلبه زادت. أنت وأنت بتجري أثناء الجري بتحس إن ضربات قلبك بتزيد، وأنت قاعد في وقت الاسترخاء والراحة ضربات قلبك بترجع للوضع الطبيعي وبتقل مرة تانية. ايه المسؤول عن العملية ديت؟ مسؤول عن العملية ديت مجموعة من الأعصاب تدعى الأوتونوميك نيرف. أوتونوميك، أوتو يعني تلقائي أو ذاتي، دي مجموعة من الأعصاب اللي بيتحكم فيها الجسم. مجموعة الأعصاب دي بتنشأ من الجهاز العصبي المركزي سواء المخ أو الحبل الشوكي، ودول مجموعتين من الأعصاب، مجموعة اسمها الباراسيمباثيك ومجموعة أخرى اسمها السيمباثيك. بيطلق على المجموعتين دول الأوتونوميك نيرفز، الجهاز العصبي السيمباساوي والجار سيمباساوي أو الباراسيمباساوي. مجموعتين الأعصاب دول بيروحوا لمناطق مختلفة في الجسم. الجهاز السيمباساوي ده مسؤول عن حالة الخوف، فمثلا أثناء الجري بيبدأ الجهاز العصبي السيمباساوي يدي إشارات للقلب عشان يزود عدد ضربات القلب ويزود ضخ الدم. الجهاز العصبي باراسيمباساوي اللي هو الباراسيمباثيك مسؤول عن حالة الراحة والاسترخاء، بيبعت إشارات للقلب في الحالة دي عشان يقلل ضربات القلب ويقلل ضخ الدم ويدخل الشخص في حالة استرخاء وسكون. الجهاز العصبي الأوتونوميك نيرف سيستم أو الأوتونوميك نيرف لا دخل للإنسان فيهم، ولكن اللي بيتحكم بهم هو الجسم تبعا للحالة اللي الشخص بيكون فيها. اذا لما اكون عاوز اوصف الكارديك ماسلز هوصفها بنقطتين رئيسيتين، وان العضلات دي سترييتد اي مخططه، وانفولنتري اي انها
لا تخضع لسيطرة الإنسان أو الإنسان غير قادر على التحكم فيها. بعد كده الملحوظة الأولى إن إحنا بنقول إن الضربات القلب أو الهارت بيتس سبونتينيوس وريثميك، أي إنها بشكل تلقائي وشكل دائم ومستمر، وأن ضربات القلب أو انقباض القلب وانبساطه بيخضع لتحكم مجموعة من الأعصاب اسمها الأوتونوميك نيرفز، اللي ممكن تزود ضربات القلب أو تقلله على حسب حالة الجسم. في ملحوظة بسيطة عايزين نشرحها أو نوضحها بالنسبة للكاردياك ماسلز، وهي إن القلب بيتغذى بمجموعة من الشرايين بتحيط بالقلب في شكل التاج زي ما انت شايف كده، بيطلق عليها الشرايين التاجية أو كلمة كوروناري أرتريز. لو احنا جينا وفي وقت من الأوقات حصل انسداد أو بلوك في واحد من الشرايين دي، اللي ممكن يحصل هيقل التغذية الدموية اللي رايحة لعضلة القلب، وبالتالي يبدأ موت أو دامج للعضلات القلبية الكاردياك ماسلز. ومن هنا بيظهر عندي الملحوظة التانية، وهي إن الكورونري آرتري بلوك، أي انسداد واحد من الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب، يؤدي إلى نيكروزس في الكاردياك ماسلز. نيكروزس أي موت وتحلل في العضلات القلبية. أوكي، تالت نوع من العضلات معانا وهي السموث ماسلز، وبرضه هنعلق على النقطتين دايما اللي بنعلق عندهم او عنهم في اي واحدة من العضلات. السموث ماسلز هي مجموعة العضلات اللي موجودة في جدران الاعضاء الداخلية زي جدران الجهاز الهضمي. السموث ماسلز ما فيش فيها مناطق مضيئة ومظلمة، وانما هي بتتكون من مجموعة من الخلايا اللي بتتصل اطرافها مع بعضها البعض، فعشان كده بنطلق على السموث ماسلز نون سترييتد ماسلز. نون سترييتد ماسلز دي المصطلح اللي بيفرق ما بين السموث ماسلز من جانب، وما بين الكاردياك والسكيليتال ماسلز من الجانب الاخر. فالكاردياك ماسلز والسكيليتال ماسلز قلنا ان هما سترييتد، اي بتتراوح فيهم المناطق المظلمه مع المناطق المضيئه، بينما السموث ماسلز لا يوجد فيها دارك ارياز ولايت ارياز او مناطق مظلمه ومناطق مضيئه، فيطلق عليها نون سترييتد ماسلز، وده الاختلاف ما بينها وما بين النوعين التانيين من العضلات. المصطلح الاخر او النقطه الاخرى اللي احنا بنتكلم فيها ان العضلات السموث ماسلز اللي موجوده في جدران الاعضاء الداخليه الانسان ما بيتحكمش فيها، مفيش انسان بيقدر يوقف عمليه الهضم او يقلل سرعتها او حتى انه يقدر يزود سرعتها، فعشان كده بنقول ان عمليه او انقباض وانبساط السموث ماسلز هي عمليه انفولنتري، اي لا اراديه. يبقى كده دول النقطتين اللي انا كنت عايز اتكلم عنهم. بس بما ان العضلات اللي موجوده في جدران الاعضاء الداخليه او السموث ماسلز انفولنتري، يعني لا قدر للانسان على التحكم فيهم، بس ممكن الجسم نفسه يقدر ان هو يتحكم فيهم فيزود سرعه عمليه الهضم او يقللها، وده بيتبع مجموعه من الحاجات. اولا الاوتونوميك نيرفز، زي ما كان الكاردياك ماسلز اللي موجوده في القلب بتتبع الاوتونوميك نيرفز فتزيد سرعه ضربات القلب او تقل سرعه ضربات القلب، فالاوتونوميك نيرفز برضه بتتحكم في العضلات الموجوده في الاعضاء الداخليه. فمثلا في حالة الأكل بيشتغل جهاز باراسمبثاوي عشان يزود سرعة عملية الهضم في الراحة، وكذلك في وقت الخوف أو وقت النشاط بيشتغل الجهاز السمبثاوي أو السمبثاتيك نيرفس سيستم عشان يقلل عملية الهضم ويوجه الجسم أو أنشطته للحاجات اللي الإنسان بيقوم بها في الوقت ده. بيتحكم كمان في حركة السموث ماسلز مجموعة أخرى هي الهرمونات، ففي عندنا بعض الهرمونات اللي بتأثر على الجهاز الهضمي وبتزود عملية الهضم والامتصاص، زي مثلا هرمون الجلوكاجون أو هرمون النمو الجروث هرمون، عشان يزودوا وجود الجلوكوز في الدم ويزودوا نشاط الخلايا. وهرمون زي الإنسولين بيقلل عملية الهضم عشان يقلل كمية الجلوكوز اللي موجود في الدم. بالإضافة لأن في تالت نقطة بتتحكم في حركة السموث ماسلز، وهي اللوكال ستريتش، اي المد او الامتداد الموضعي للعضلات. فمثلا لما احنا نبدا ناكل وتبدا المعده تنتفخ او تمتلئ بالطعام، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تمدد في جدران المعده. جدران المعده تبعت اشاره ان المعده امتلأت بالاكل، فتعود الاشاره مره اخرى نتيجه اللوكال ستريتش ان العضلات السموث ماسلز اللي موجوده في جدران المعده وجدران الجهاز الهضمي انها تبدا تنقبض وتشتغل عشان تزود عمليه الهضم وتنقل الاكل من المعده الى الامعاء اثناء عمليه خلال عمليه الامتصاص، ومنها من الامعاء الدقيقه الى الغليظه حتى تخرج الفضلات في النهايه.
فيبقى كده بيتحكم في السموث ماسلز وحركتها 3 حاجات او 3 عوامل: الاوتونوميك نيرفز، الاعصاب الداخليه في الجسم او الاعصاب التلقائيه، والهرمونز، مجموعه الهرمونات، واللوكال ستريتش اي الامتداد او الشد الموضعي في العضلات. لما اجي ابص كده على العضلات اللي موجوده او السموث ماسلز اللي موجوده في جدران الاعضاء الداخليه زي مثلا الامعاء، ولناخد قطاع مثلا في الامعاء، بلاقي ان العضلات بتترتب في احد اتجاهين. احدهما هو السيركيولار سموث ماسلز، سيركيولار اي دائريه، بتترتب بشكل دائري حوالين العضو بهذا الشكل، بينما الموضع الاخر انها تكون لونجيتيودينال، لونجيتيودينال اي طوليه، بتترتب بطول الامعاء او بطول العضو. ولكل واحده منهم فايده او اهميه في حركتها. فمثلا السيركيولار سموث ماسلز اللي موجوده حوالين الجدار، لما بتتحرك بتبدا تدخل الجدار ناحيه الداخل وتعمل عصر للمكونات اللي موجوده بداخل العضو، وده اللي بيعرف بمصطلح ميلكينج ذا كونتنت، اي عصر المكونات الداخليه، وده برضو بيساعد في عمليه الهضم. بينما اللونجيتيودينال ماسلز او العضلات الطوليه اللي بتترتب بطول الجدار، فدي وظيفتها انها لما تنقبض تاثر طول الجدار وتدفع مكونات او محتويات الانبوبه او محتويات الامعاء الى مكان او موضع اسفل من كده عشان تحرك الطعام او الفضلات بطول الجهاز الهضمي والامعاء عشان يتم طرد الفضلات. هو ده اللي احنا بنعرفه باسم الحركه الدوديه للامعاء، اي البريستاليسيس. تعالوا ناخد بقى امثله للاماكن اللي بتتواجد فيها العضلات الملساء. واول مثال احنا اتكلمنا عنه باستفاضه وهو الدايجستيف سيستم او الجهاز الهضمي. بتتواجد العضلات في الجهاز الهضمي في احدى صورتين: اما انها تكون سيركيولار عشان تعمل ميلكينج للكونتنت، يعني تكون دائريه عشان تعمل خلط او مزج لمحتويات الامعاء، او انها تكون لونجيتيودينال اي طوليه عشان تعمل حركه وتساهم في حركه البريستاليسيس اي الحركه الدوديه. تاني مكان معانا في اليورو جينيتال سيستم، يورو من يورينري اي جهاز بولي. العضلات الملساء اللي موجوده في الجهاز البولي بتكون موجوده في الحالبين اي اليوريترز، وفي اليورينري بلادر اي المثانه البوليه. وظيفتهم انهم يحركوا المكونات من البول من الكلية الكدني إلى اليورينري برادر عبر اليوريتر بشكل sustained أي ثابت وسلو بطيء، تتحرك فيه قطرات اليورين أي البول من الكدني إلى اليورينري برادر، وفي النهاية تعمل expelling أي طرد لليورين أو للبول من اليورينري برادر أو من المثانة. ذلك مكان ممكن نلاقي فيه تالت مثال على أمثلة العضلات الملساء أي smooth muscles. في جدران الأوعية الدموية بيوجد طبقة أو layer من السموث ماسلز الدائرية المحيطة بال بي في أو في جدار الوعاء الدموي. وظيفتها إنها لما تنقبض تقلل قطر الوعاء الدموي وتقلل سريان الدم لبعض الأعضاء وتزود سريانه لأعضاء أخرى. وهنعرف إن دي وظيفة مهمة عشان تعمل regulation أو تنظيم لتوزيع الدم في أجزاء الجسم. كده احنا اتكلمنا عن الـ3 انواع من العضلات: السكيليتال والكاردياك والسموث ماسلز. تعالوا بقى نمسك السكيليتال ماسلز ونتكلم عنها بشيء من التفصيل، ونبدأ بتركيب العضلة الهيكلية المثالية the structure of a typical اي مثالي سكيليتال ماسل، عضلة هيكلية. ليه انا بركز على العضلات الهيكلية؟ لانها هتكون محل دراستنا في الاناتومي. هندرس العضلة، منشأها ونهايتها، وبتقوم بإيه من الوظائف، وبتتغذى إزاي، سواء كانت تغذية دموية أو تغذية عصبية. أي عضلة من العضلات بتمتد ما بين نقطتين أو two attachments، واحد منهم بيعرف باسم المنشأ والآخر بيعرف باسم النهاية. المنشأ بتاع العضلة بنطلق عليه اسم origin، والنهاية بتاعتها بنطلق عليه insertion. فمثلا عندنا عضلة زي البايسبس بريكياي، عضلة الباي اللي موجودة في منطقة الذراع أو الأرم، بتنشأ من نقطة عند الاسكابيولا أو لوح الكتف، وبتنتهي عند نقطة في منطقة الفور أرم أو في عظام الفور أرم. وظيفتها إنها تعمل إيه؟ إنها تعمل فليكشن لمنطقة الإلبو جوينت.
طيب ليه انا بدرس الاوريجين والانسيرشن او بدرس المنشأ والنهاية؟ لان غالبية العضلات الاكشن بتاعها بيكون نتيجة انقباض العضلة، فيقصر طول العضلة وتشد الانسيرشن ناحية الاوريجين. تخيل معايا كده ان انا بشد الانسيرشن اللي موجود في منطقة الفور ار من ناحية الاوريجين اللي موجود في الاسكابيولا، فهو ده اللي هيخلي عضلة البايسبس لما تقصر او لما يحصل فيها كونتراكشن تعمل فليكشن للار، تحرك الفور ارم ناحية الارم وتعمل فليكشن لمنطقة الالبو جوينت. يبقى تاني كده ليه انا بدرس اوريجين وانسيرشن؟ لان اغلب العضلات لما بتنقبض بتشد الانسيرشن ناحية الاوريجين وينشأ عنه ما يعرف باسم الاكشن بتاع العضلة او فعل العضلة. الا ان في عدد قليل من العضلات وهنعرفهم بعد كده ان شاء الله واحنا بندرس خلال دراستنا، عدد قليل من العضلات اثناء انقباضهم بيتحرك العكس، بيتحرك الاوريجين ناحية الانسيرشن، اي بيتحرك منشأ العضلة ناحية نهايتها وليس العكس. لكن القاعدة الرئيسية بتقول ان انقباض العضلة يحرك الانسيرشن في جهة الاوريجين عشان ينتج الاكشن بتاع العضلة. وده ليه؟ لان غالبا بيكون الانسيرشن له قدرة او great range of movement، قدرة اكبر على الحركة من الاوريجين. فطبعا اكيد احنا عارفين ان منطقة الفور ارم او منطقة الذراع الجزء السفلي من الذراع له قدرة اكبر على الحركة من منطقة لوح الكتف اللي موجودة في الترنك او موجودة في حور الجسم، فدايما بيكون الانسيرشن اسهل في الحركة من حركة الاوريجين. اوكي، تعالوا بقى نتكلم على السكيليتال ماسل اكشن. واحنا لما بنيجي نتكلم على السكيليتال ماسل اكشن انا بتكلم مش على فعل محدد، ده انا بتكلم على تصنيف الاكشن ده. الاكشن ده يصنف على انه ايه؟ هل هو اكشن رئيسي ولا اكشن مساعد؟ تعالوا كده نبدا مع اول نوع من انواع الاكشن وهو ما يعرف باسم البرايم موفر. برايم موفر يعني المحرك الرئيسي. تخيل معايا كده عضله اسمها البريكياليز بتصل ما بين الهيوميروس وما بين الألنا، ما بين فلنقل عظمة موجودة في منطقة الساعد وعظمة موجودة أو موجودة في منطقة الذراع. أوكي، بتصل ما بين العظمتين دول. العظمة دي لما بتنقبض بتشد الانسيرشن بتاعها اللي موجود في الألنا أي الزند ناحية الهيوميروس فتعمل فليكشن للأرم. العضلة دي تعتبر العضلة الرئيسية المسببة للفليكشن بتاع الارم فيطلق عليها البرايم موفر. برايم موفر يعني العضلة الرئيسية اللي بتقوم بفعل معين. فبما ان البراكياليز هي العضلة الرئيسية المسؤولة عن الفليكشن بتاع الارم او الفليكشن بتاع الالبو جوينت فهي تعتبر البرايم موفر بتاع الفليكشن. تعالوا ناخد مثال تاني. عضلة اسمها الكواديريسبس أي رباعية الرؤوس، لها أربع رؤوس زي ما انتوا شايفين كده، راس اتنين تلاتة والرابعة مختفية ورا. العضلة دي بتعمل ايه؟ قالك بتعمل اكستنشن في الني جوينت، دي منطقة الني بص كده، ده الجزء السفلي من عظمة الفخذ، وبعد كده بتيجي تتصل بعظام الساق، دي منطقة الني. العضلة دي هي العضلة الرئيسية في الاكستنشن اوف ذا ني جوينت. بما انها العضلة الرئيسية المسؤولة عن الاكستنشن بتاع الني جوينت فتعرف باسم البرايم موفر فور ذا اكستنشن اوف ذا ني جوينت. طيب ليه احنا دايما بنقول العضله الرئيسيه العضله الرئيسيه؟ لانه مش شرط ان تكون عضله واحده هي المسؤوله عن حركه العضو ده، يعني مش شرط ان يكون البراكياليز هي العضله الرئيسيه المسؤوله عن الفليكشن بتاع الالبو، ممكن يكون في عضلات اخرى معاها في هذا الموضع زي مثلا عضله البايسبس. يبقى انا عندي عضلتين البراكياليز والبايسبس كل منهم بتقدر انها تعمل فليكشن للالبو جوينت، بس العضلة الرئيسية الاقوى واللي مسؤولة بشكل رئيسي عن حركة المفصل ده هي اللي بيطلق عليها البرايم موفر. طيب امال العضلة التانية زي البايسبس يطلق عليها ايه؟ قال لك هنا بيظهر عندي مصطلحين تانيين، مصطلح اجونست وانتاجونست. اجونست اي محرك في اتجاه، وانتاجونست انت يعني عكس اي العضله المعاكسه للاجونست. تعال نشرحهم بالمثال. اجونست يعني عضله بتحرك العضو في اتجاه، فمثلا البايسبس هي اجونست في حاله الفليكشن بتاع الارم او فليكشن بتاع الالبو جوينت. ليه؟ لانها بتحرك الالبو جوينت في اتجاه الفليكشن. بينما العضله اللي على الخلف اللي هي الترايسبس المسؤوله عن فرد الالبو جوينت او الاكستنشن بتاعه
بتحرك الالبو جوينت في اتجاه عكس الفليكشن فيبقى اسمها انتاجونست. فلو انا بتكلم على الفليكشن اي ثاني الذراع، تعتبر البايسبس او حتى البراكيالز اجونست مصل، اي بتقوم بالحركه المعينه اللي انا عايزها. وتعتبر الترايسبس هي انتاجونست، حركه بتحرك العضو في اتجاه معاكس. طيب لو انا بتكلم على موضوع الاكستنشن اي فرد الذراع، بتكون العضله المحركه لفرد الذراع هي الترايسبس، فتكون الترايسبس هي الاجونست للاكستنشن، ويكون البايسبس وكذلك البراكياليز هم انتاجونست اي عضلات مقابله لفرد الذراع. بمعنى ان اذا كانت العضله اجونست في حركه معينه زي الفليكشن، فممكن تكون انتاجونست اي حركه مقابل اي عضله مقابله في حركه اخرى زي الاكستنشن. اوكي، اتمنى ان يكون الموضوع واضح. تعالوا ناخد مثال تاني. بص كده، خلونا نرجع. كنت بقول لك ان عندي عضله اسمها الكواديريسبس. دي الكواديريسبس يا جماعه، دي طبعا منطقه الفخذ، ده المنطقه الاماميه بتاعته، دي المنطقه الخلفيه، ودي مفصل الركبه. دي الكواديريسبس، عضلة الكواديريسبس مسؤولة عن انها تفرد مفصل الركبة، وبيقابلها عضلة من الخلف اسمها البايسبس فيموريز مسؤولة عن انها تتني مفصل الركبة للخلف. اوكي، فلو قلت لك ان ان الكواديريسبس فيموريز تعتبر برايم موفر او اجونست في عملية الاكستنشن، عملية فرد الساق او فرد الركبة، اذا فالبايسبس فيموريز اللي موجودة على الخلف والمسؤولة عن ثاني الركبة تعتبر في حالة الفرد هي انتاجونست، أي عضلة تقوم بعمل مقابل أو عمل مضاد للفرد وهو الثاني. طيب لو قلت إن أنا بتكلم عن حركة الثاني مش حركة الفرد، فالأجونست أو العضلة المحركة أو الفاعلة لعملية ثاني أو الفليكشن بتاع الني جوينت هي البايسبس فيموريز، وتكون الكواديريسبس المسؤولة عن الفرد هي الانتاجونست لانها تقوم بحركه مقابله. فكل عضله ممكن تكون اجونست في فعل وانتاجونست في فعل اخر مقابل له. كده احنا اتكلمنا عن ثلاث حاجات: البرايم موفر، العضله المحركه الرئيسيه واللي بتقوم بمعظم الشغل او لها الفضل الرئيسي في الحركه، زي البراكياليز في الفليكشن بتاع الالبو، وزي الكواديريسبس في الاكستنشن بتاع الني. عندنا مصطلحين اجونست وانتاجونست. اجونست يعني عضله تقوم بعمل معين، وانتاجونست عضله تعاكس عملها. ثالث نوع من العضلات وهو ما يعرف باسم الفيكسيتور. الفيكسيتور دول مجموعه من المسلز اللي بتقوم بتثبيت عضو معين لمساعده عضله اخرى في عملها. بمعنى عندي عضله اسمها الديلتويد، العضله دي المسؤوله عن الشولدر كونتور او دوران الكتف. العضلة دي واحدة من وظائفها انها تعمل abduction للارم. abduction يعني تبعد الارم عن الجسم في هذا الاتجاه لاعلى كده، فتخلي دراعك يبقى في المستوى الافقي ده كده. اوكي، الديلتويد مسؤول عن الabduction بتاع الارم، بس عشان الديلتويد تقوم تعمل abduction للارم لازم يقوم بمعاونتها مجموعة من العضلات اللي موجودة في الترنك اي في محور الجسم. شوف انا عندي 14 عضلة، الديلتويد رقم 12 دي هي اللي بتقوم بعملية الاب دكشن، بينما كل العضلات دي بتنقبض عشان تقوم بتثبيت الاسكابيولا في محور الجسم، وتقوم بتثبيت العضلات بتاعة الابر ليمب في مكانها، عشان كل ده تهيئ للديلتويد موضعها عشان تقوم بوظيفتها من انها تعمل اب دكشن للارم. هو ده مصطلح كلمة فيكسيتور. فيكسيتور مجموعة من العضلات مش بتقوم بفعل محدد، وانما بتقوم بتثبيت الاعضاء المختلفة عشان تسمح لواحدة من العضلات الأخرى إنها تقوم بعملها الرئيسي. زي الدلتويد عشان تعمل abduction للشولدر جوينت لازم يحصل انقباض أو contraction في أعضاء أو عضلات الترنك والأبر ليمب عشان يعملوا fixation للشولدر جوينت، يثبتوا منطقة مفصل الكتف عشان تقدر الدلتويد تقوم بعملها. النوع الخامس من العضلات والأخير مجموعة اسمها synergists. سينرجست، عشان افهم مجموعة اسم سينرجست، سينرجست بالعربي يعني محفز، عامل حفاز. بس سينرجست عشان افهم معناها بمصطلح العضلات، تعالى كده احكي لكم حاجة وافهم واوضح لكم حاجة.
دي منطقة الفور آرم، أي منطقة الذراع الأمامي، ودي منطقة الأصابع. بص كده، تخيل كده إن لو أنت دراعك متني بهذا الشكل، يعني أنت عامل فليكشن للريست، وحاول إنك تعمل إيدك في شكل قبضة، جربها كده معايا، حاول إنك تعمل إيدك في شكل قبضة وأنت عامل فليكشن للريست، هتلاحظ إنك صعب جدا إنك تعمل إيدك في شكل القبضة وأنت عامل انثناء لمنطقة الريست. القبضة دايما بتكون بتتعمل لما يكون الريست مفرود، فتقدر العضلات اللي بتعمل القبضة ديت أو بتتني الأصابع عشان تعمل القبضة تقدر تشتغل، صح؟ طيب هي العضلات اللي بتتني الأصابع دي أو اللي بتعمل القبضة دي إيه اللي بيعملها؟ قالك والله في مجموعة من العضلات كده بتعدي خلال الفور آرم وتعدي قدام الريست وتتصل بنهايات الأصابع، وبعد كده لما تنقبض العضلات دي تعدي قدام الريست وتقبض نهايات الأصابع فتعمل لك شكل قبضة اليد. قالك بس للأسف العضلات دي ما تقدرش تشتغل لوحدها، لازم عشان توصل لنهايات الأصابع وتعمل فليكشن لنهايات الأصابع وتعمل فيست شيب أي شكل القبضة لازم يكون الريست مفرود. فقالك بس نروح جايين احنا جايبين مجموعة تانية من العضلات تكون شغالة على منطقة الريست، المنطقة دي كده تفرد منطقة الريست بينما مجموعة العضلات اللي أنا بتكلم عنها اللي هتخليك تعمل القبضة أو تتني الأصابع توصل لنهايات الأصابع وتتني الأصابع وتعمل فليكشن لها وتخلي إيدك تتركب في شكل القبضة. هنا هيظهر عندي مصطلح الساينرجست. الساينرجست مجموعة من العضلات، لما يكون عندي مجموعة من العضلات بتعبر أكتر من مفصل، فمثلا العضلات المسؤولة عن شكل القبضة دي بتعبر إيه؟ قالك بتعبر الريست جوينت، بتعبر بتعبر المفاصل اللي موجودة ما بين الأصابع، ما بين العقلات الأصابع المختلفة لحد ما توصل لنهايتها. فقالك عشان تقدر العضلة اللي بتمشي على عدة جوينتس أو على عدة مفاصل عشان تقدر تقوم بعملها بشكل مثالي لازم يتوافق معاها مجموعة أخرى من العضلات تهيئ لها المفاصل اللي هي بتمشي عليها. فلازم مثلا العضلات اللي تصل لنهايات الأصابع عشان تخلي إيدك تعمل شكل القبضة لازم يتوافق معاها مجموعة أخرى من العضلات اللي توصل للريست وتخلي الريست في حالة اكستنشن أي تخليه في حالة فرد عشان تهيئ المساحة أو تهيئ الموضع للعضلات الأخرى اللي هتصل لنهاية الأصابع إنها تنقبض وتخلي إيدك في شكل فيست أو قبض. هي دي اللي بنطلق عليها مصطلح ساينرجست أي عضلات محفزة، يعني عضلات بتقوم بعمل عشان تهيئ عمل عضلات أخرى وتخليه في شكل أتم أو أسهل. اوكي بكده يبقى احنا خلصنا اول جزء من الاجزاء بتاع المسلز معانا. ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني للمسلز، اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.